ذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتام ميودو عبادة عينتنا أماماته لا سمروا بخير وسده زند الله سبحانه وتعالى يتمازنك توبتشي تسسشي الدنيا نيما جمرين كان جمروا كلاب ذكر بما درك لبونا يسكن وستك جكتي لك تلك بلاج ونقر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسك مجنين الله سبحانه وتعالى بسلام جزي تواوك ستتشنك وطرات ستتجبا الله سبحانه وتعالى يعني يستوسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد ورحمته للعالمين وحجته للناس أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى الذي لتدقق مدرك أقنا ينقيتا تدرار بي مسكان يدرسو الحمد لله زاري الله سبحانه وتعالى فكعد كون منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوسن أستوسات شهلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلا ذكر هنا لمن نقاقروا يقول العلماء علماء من إلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت كلالو عبادة مالت ذكرنا لما تكبر كلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزم ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما يذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأم ميودو عبادة أينتنا الله أني مجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلالك من دوتشني من أدى لليلة وشماي من أدى ومن دا قند ذكر إهن درجة يزو يال أبزان يوشاتشن كذكر ركنا رستنا الذكرن من البات هون كتبلو الله نمي أستاو الذكر مي أدرق سمايت انقدا يهونا لماذا ابتعدنا عن الذكر كذكر يراكنا ولمن دنو زاربا الله سبحانه وتعالى فقاد يهنو من داسسو بسوست نطبوش لين نشكرك كرالن عندنا فضل الذكر يدرجاو من دنو درجاو دموزو من دنو وزوزي درجاو سناك لما سراتنا النساس سالن درجاو من دنو فضل الذكر درجاو من دو من دنو ذكر ولتنيو أنواع الذكر يذكر عينتوش ذكر عينتالو نزعنا معناتشو سستنيو ثمرات الذكر يذكر ثمرو فريو مرتو وديتو من دنو عند سو ذكر بما درقو من يترفال من يقنيال يهن سست نطبوشن إن يعلن أسأل الله التوفيق والصداد والإخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم زي حديثات شولي من يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراو تشاتشوه اللو بلاج هونو النقر ألا قراتشوه من دي ألو وأزكاها عند مليككم كالله زندي توددن يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتشون كف ما درقون وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال جنزب ورق كمستت يبلت إهونهن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم
ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምን ዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከሰራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا نغرني الله ملكتني قالوا قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ما استوسنا ذكر ما تركنا اخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث ابي هريره بل لام ابو هريره بزغبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى عنده لال انا عند ظن عبدي اني باري بترتري بكلني اللهلت وانا معه اذا ذكرني بس هو سيقطرني باري كاني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه بتشاون باري ياوساني اندهون بتشاين بنفسي ني ماوسو الله وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه حزب محل تسبسبو انين ياوساي ذكر يادرغني اندهون اني كسو بتشال سبسب محل بملائكوش سبسب محل ني ياوسو الله يا الله وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا على الله ذراعا باري سنزر يقرب جدا ودني اني ود باري كندني حال اتقوالو وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا باري ده مودني كندي حال كتتغني اني ود باري اقفي حال اتقوالو وان اتاني يمشي اتيته هروله باري ده يترمد ودني لمقرب فلغو بخير سرا يترمد كمتا اني يروتك اتقوالو الى الله سبحانه وتعالى ذكر تلك درجة له ورق بر كمستت الله سبحانه وتعالى كوسهن يوسه له درجة وبزون وذكر وأنا عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجولا قال عند سومتانا ود نبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملك تنعوه على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هققاتوش بس توبينيال لزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكري مزو سرايبي مزو نقر تقومين انجي كلهم نقر ما زال شالكم صلاتو منو من بزاب بني على شو نبي صلى الله عليه وسلم نالو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه اللهم كما استوى سيبوز هلي ارتبهم بأ الله ذكر ملاسه هلي الله نستوز ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بميك بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درق سو عندما تنو ذكر ما درق هياونو يلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة هي حياة القلب تككلن يا هيوت مالت يا قلب هيوتنو لبه قلبه منور هيوت ولا حياة للقلب إلا بذكر الله تعالى لقلب دمو هيوت منور الله ستستوسن ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديث أتشول من الالو قال مثل الذي قالوا مسايا وتشكو قالوا الذي يذكر ربه الله لم يستوسن والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله لم يستوسونا ما استوسوا مسايا لك هي وندوننا عندما تسون ليونتون تهلاتشو ذكر ما درقسوا هي ونو هي وطلو ذكر ما درقسوا عندما تسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهي وتبينك ساكس موتوا اللي سو هي وادلم كذكر يراكسوا يموت سونو ለዛኑ አንዱ ሰሃባ በጣም የሚገርማችሁ የሆነ ጦርነት ተደረገና ሙሽሪኮች ብዙ ቁጥር አላቸው የሆነ ቦታ ተሰብስበዋል ይህ ሰሃቢ ከሙስሊሞች ጋር ያለ እንዴ እናንተ ተቀመጡ እኔ ብቻዬን እጄ ገጥማቸዋለሁ አለ ሰሃቦች ንስ ደሞ እንዴ እንዴት ብለ ትችላለ ብዛት እኮ አላቸው አሉ እንዴ ነብዩን አልሰማችሁም እንዴ ዚክር ማደርግ ሰው ይሞተ ነው ብለዋል ስለዚህ የጀናይዛ አንገት እጄ ባርድ ባህል ምን አለበት በቆራርጠው ተግባባን የሞተ ሰው ናቸው እነሱ ሰዎች ማለት ስለዚህ የሞተን ሰው ዱአንገት መቁረጥ ነው ምን ከባድ ነገር ነው ተው ይባካችሁ ለድበት
أياتشوت أنت حديثون أنت ردوت ذكر ما هدر بسو لك أنت موت سونا لنك أسحك أسي شلال قن هيو هذا اللهم سلزي يذكر درجة يأيينو سويو ذكر ما هدر بسونا هيو تعلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كسراو تشلو بلاج إنو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل كسراو تشلو بلاج يتنو تبانو قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراو تشلو بلاج أنت الله نياستوسك السم الجنانيت أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول علماء أفضل شيء بلاج نقر أن تلقى الله ذاكرا إياه تلك بلاج نقر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسكم الجنانيت ملاسه بذكر اندرت أبا اللهم الجنانيت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة التقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مجنانيت كعبادة وتشل بلاج نقر نبي صلى الله عليه وسلم ذكر دراجي وش قدامي وش ناتشو كل ميل علو عندي نبي صلى الله عليه وسلم كصحابوش قا يهدو يالو ودفيت هدو قدام مبالو علواتشو كذا منالو قال سبك المفردون علو النزا مفردون أي الذي تفرد وتميزو مالت ليت تعلو سواج قدامو كوالو صحابوش تقرمونا قالوا وما المفردون يا رسول الله ما ناتشو نزيك أداميوش مفردنوش إنما ناتشوالو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى بدأم ميستوسو سيتوشمون وندوش أداميوش بلاتوش نزي سوشناتشو سبحان الله مفردون بلو تقرواتشو الذين تفردوا وتميزوا مالتنا ليتعلوا مالتنا سوشن يقدموا بسرع بأجر مالت هؤلاء نزيهنا تشو اللهن هولي بتأمم يستوسو هولي بتأمم يذكرو اللهم سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزاء الله بتأمن ما استوسوا مؤمنوش وندوش ميونسيتوش الله سبحانه وتعالى أعد لهم أزقشت الله جوال مغفرة مهارتا وأجرا عظيما تلك إهونا من ده الله أزقشت الله جوال اللهم بتأم لم يستوس صوت نزيك أدامي وشناتش وكلهم بتأم ميقرماتش وذكر الدنيا لي بال لنبرة من متأنا للم عجر بتأم ميقرمنو وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاتش وقاهنو يا نبي الله سليمان سراويت هلنم أينت يكتتنو جنة اللي جنة يسراويت زرفة اللاتشو يسوى اللي ينسسات اللي دور أوريوش بل اللي أوافات اللو كلاي أتقلوهاتش ومهدو أوافات اللو يسراويت زرفناتشو كرقات انفورميشن أيتو تملسو مين ناقرونا هود هود ناتشو سراويتو ميقرمنو نبي الله سليمان عندي سنكساكس الله سبحانه وتعالى قرآن لين دمينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله لنبي الله سليمان وأوافات جنوج سو سراويت تسلفون ميوت وبسرات لكن دي تسلفوا سيوت أي سراويت عند مريت ميكوفر ترى قبرين ببرا يهين كستت سيبت أم قرمو يسلت أنا تشو قزفت فقال ذلك الفلاح يا قبري من علي لقد صار ملك آل داود عظيما على داود نبي الله سليمان أباتنا تشو يا داود بيتسبوك سلطان قزات انديت قزفة على
فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلو عيوتنا قال منالو والله ألو بالله ينبين لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحة عندي سبحان الله يا للتسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليمان إنا بيت الصدب يتشو كتسطط نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسطط إنا بيت سبو تشاتشو كازوت كزي كزفت نبرت بلد عجيب بتأمي كرمنا كذا من النبي صلى الله عليه وسلم سليمان اسكتلو فانما اعطي سليمان يزول والتسبيحه تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرتي يطفل ولكن تسبيح كن تقرالج يوم القيامه من دم يسطباتنا ايه الدنيا اللي يالا نغر كله يطفل كنبي الله سليمان ايه ماسكرماو مكينا منام ايغرم عند تسبيح كلهم نغر يبلطل نبي الله سليمان الله سبحانه وتعالى تلك غزات نبر يسطاتهم يا ايها الناس علمنا منطق الطير القران ان انت سوچኛكو رقاوافات ما نغاغر تسطن يلالو الله سبحانه وتعالى نبي الله سليمان ارغب اندي انغاغر سطونا سطواچو نبر غوندال ينغاغرو نبر نبي الله سليمان عليه السلام يسلطاناچو ميغرم عندي نبي الله سليمان ودهونه بوتا سيهدو عند رنيا كبتوچن ميطبق سو فيلوچن يزو سيملس فيلوه كفيلوه قستورا نبي الله سليمان سماتا كذا بها ليش فيل من تلاتهالش للجيتوا عنشي نو تولو تولو هجنو ملش يزاري عمتكو هتشن كذي بوتا لينو عوري بلات التبي يتفلق عليش تولو هج ستلات يسمالو نبي سليمان كذا يعنن سوية استروتنا ميت أبك عتشاول يزاري عمت زي بوتا لي من تكستوال بالنزي فيل بيت سبوش العلو اي يزاري عمت ما يزيشن يعيتو تلق أهد تبلتان ببربة دور عوري اها لزانو اندي ستلي سماعو تالو الله سبحانه وتعالى كلو النجر اندي سماع درغواچو نبا سلطاناچو ميگرمنو نجر گ نبي الله سليمان منالو كنيا سلطان انيا كازنو نبرت اندي تسبيح تبلطالچ من اينت فضلنو يا اخواني اي ذكر ميبالو درجهو تلقنو اسكي هي ذكر عند سو قچ بلو الله انس يستاوسنو مجالس الذكر الساعة تسبسب اللهم استوس درجة من دنو مجالس الذكر مالت مسجد محاضرة نورال هذا كتب لما عدامت اسم محاضرة ست ويمشور علي تسبسب اللهم استوس علام دمو ليلة نقروش تسبسب كاسيت كفت ما عدامت ايه ميقبال راسو اني ناقر اللو انت في سيدي ويتيب كفت يتيب كاسيت كفت عدامت الله تسبسبنا الله نيا وسن وني تناغركنو انت كفته يا دامت ايه مجالس الذكر يبالال تكامامتن الله سبحانه وتعالى ما استوس يدمو ليت على درجه له نبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم من حديث ابي هريره ابي هريره باورد حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من لالو قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل سوچكو ايقمامتو مقمامتن الله سبحانه وتعالى لما استوس الا حفت بهم الملائكه ملائكه يكببواچو بيونجي سبحان الله انياونا نياچو نغير ملائكه انيا يكبونال يا الله سبحانه وتعالى ملائكه وردو انيا يكبونال وغشيتهم الرحمه يا الله ازنت متو يشفناچوال وذكرهم الله تعالى فيمن عنده الله سبحانه وتعالى السوزن بيستوسن من اين الدرجه انا سبحان الله عندي كفته هوني في سي دي ستادامت وين كاسيت الله انا برني يستوسن الله سبحانه وتعالى ملائكه عندي كوي عندي كبون يادرغال رحمته يوردبنا السو السو زند ياوسنا مجالس الذكر فضله عظيم نو نبي صلى الله عليه وسلم يه تسبسوا اللهم استوس ويسرانون وانجل ود حسنات يقيران لالو قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه سوچكو تكمتو تسبسبو الله نستوسو بزي مكمامت أتشو لي يا الله في تنجي ليلة قنال فلقو بتم الدنيا يتكم عدلم سون ليادنك أتشو عدلم إهين يادرقو تلمن دنو الله سبحانه وتعالى اندي وداتشو الزابو تالي بمسبسباتشو اندي مراتشو يهل بيتش على ما درقو كتسبسبو إلا ناداهم مناد من السماء كسماء بكل تطاريت أراتشوال
يعني مجالس الذكرون كوش أرسو سين نسو مالتنا تطاري الترى الترى المن الان قوموا تنسوا بلو قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات الأجوال بلو تنسوا يسراتشوت وانجل ود حسنات تقلبت الله جوال سبحان الله يسرع وانجل دي تسبسب بما دامت ود حسنات كير الله أنا واندموشي مسجد اسمه حضرا لك تبالي شورا اللي كتب عليه أنه ميتاك من نقرنكو باننا قنين بلن بالناس إن السبسب ينسك على باقين ملايكة يكب بزند الله سوزند يا وسع زند رحمة ويزنب بزند يا الله من أين الدرجان وهي يهي اللي ما قنيتنكو سنل هدمك أمامت مشال اللبن بات آمن ميقرمو حديث سلم جالس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسبسب الله سلم وساتي تناقروت وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيتاتشو سيوتو بالدربوتشاتشو صحابوتش تسبسبو كتش بلو عقينواتشو قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نالو ما أجلسكم أزيبو تلياس كمتاتشو من دنوالو قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله إن ياما يتكمتنو الله سبحانه تلياس توسنو بالله دي اللي يتمكاكرنا بزي قدين يتكممت انا قالوا لا الله ملكتنيا نبي صلى الله عليه وسلم لما رقاقت من قالوا الله ما اجلسكم الا هذا اندو با الله ينباچو يهنجي ليلا قداي على اسكمطاچهم يتكمطاچو تلزي قداي نو اسكي نغروني قالوا قالوا الله ما اجلسنا الا هذا او با الله ينبن اني يتكمطن الله سبحانه وتعالى لما استوس بتشانو ليلا نغري يادرغن ادلم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا اني لم اسالكم تهمه لكم قالوا اني كو يتيقواچو تطراطرياچو يتچواچو يوقسكواچو ادلم ولكن قالوا ميغرمو نغرغن قالوا بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه وري كسماي قبلي زينا متطلي نو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم كسماي عالم للا زينا متطلي نو الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكه ملائكوچم بنانته يفكرباچون باروچين يواچو تسبسبو ني ليياوسي الله بنانته سماي قبلي لي يفكرباچو على الملائكوچ يا الله اي رفعه للبشريه اي من اين الدرجه نو انا الضعيف الذليل اني مكر مدكامه فطورني بكن سوستي ببلا شنت بيت مملس الله سبحانه وتعالى بني فكره جراش لملائكوچو لسو توداج تازاج بهونوس باروش من اين الدرجه نو الذكر يالو اني انت تسبسبندي بما وساتاتشين الله سبحانه وتعالى لملائكوچ يفكر باچوال ايواچو باروچين اي رفعتنا هذا سبحان الله إيه تسبسب الله سبحانه وتعالى ما استوس يا نبي صلى الله عليه وسلم ورسنا تلو اللي مهدوت ورساتشون ميراثاتشون وأن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال أني أبو هريرة رضي الله عنه تلاك صحابة لذي أمة بزو حديثني استلالفوت يا نبي يقرب بالدرب أبو هريرة أني كمسجد كويته ودا سوق موت ودا مركاته وقال بلوالو لهزبوتو سوق لي مركاته لالو اراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كزيت السبسبالاچو اندي يا نبي صلى الله عليه وسلم ورس يتكففل المسجد است ازي من تسرالاچو هزبوتو تتادفو هدو فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق سوق اتشون سايزغو طلو رجا يا نبي النبرت لماغيت من هالبات برد لبساتشو بينور لبساتشو بينور اقاتشو بينور ينبيو نقات فلقم وندمي يا الله ايهم فلقا وروت اوهدو سعيوت فلم يروا ميراثا ميكفافل ورسي اللم فقالوا تملسونا ودع ابو هريرة من قالوا يا ابا هريرة ما رأينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد لي انت اندالكا ميكفافلوت ورسي اللم قالوا قال فماذا رأيتم من اياتشو سكين قرون يالو أبو هريرة رضي الله عنه قالوا رأينا قوما يذكر الله عز وجل ويقرؤون القرآن إن ياما مسجد استعينوا سوش تسبسبوا قماشوا بزا قرآن يكرال قماشوا ذكر يا رقال قماشوا يكرال يهن يأيينوا علو
قال أبو هريرة منالو فذلك ميراث رسول الله يا نبي صلى الله عليه وسلم ورس يهنجي ليلان وندي يكون ورساتشو تلو تهدوت نبي صلى الله عليه وسلم من نوراتشو نبرة مي ورسوت سبحان الله أني إن أنت نكالن ببت جلما لما وطأت دنقا هداتشو لفل الدنقا سروال رسول الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها من تلالج إنيا بيتوست تلالج هلتور أسوداني هلتقر نقروتش يبلان وهانا تمر بتشايدتان سات ساين الدبيتات شنوست هلتور يرفن بيالفن ببر تلالج ناتاتشين عائشة رضي الله عنها رسول اللي تشقرون يسالفوت من ورس نروتش يكففلان لأمتاتش ويتوت رسول صلى الله عليه وسلم ورس يهنو الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة يهنو نبي صلى الله عليه وسلم لأمتاتش ويتوت سلزي ذكر تسبسو ما درك تسبسو محاضرة ما دامت يهن كفتن دي ما دامت يهن نبي ورس ياسكن واندمي اهتي ناتوشي أباتوشي نبي صلى الله عليه وسلم ميقرم حديث ليلين ناقر وقال أبو هريرة من إلى اللوزق وسيناقر إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراء النجوم إلى اللو يسماي عالم نواري وجه سمايل من نور ملائك وجه الدنيا لي ذكر من درق بتن بيت محاضرة من ست بتن بوتا تسبسبوس لأ الله دي من مكاكر بتن بوتان لك نعكزي ودج أرك أسناي ودس سماي سناي من ناتشو ميابرو كواكبتو تشالوا لك ندزاك سماي ودمريت سيايوت ميبرو بيتو تشنزي بيتو شناتشو بيت لي زفني كفت كندوم ببي سي دي جلمانو بيت كسماي ستاي موسيقى كفتم متايكون جلمان محاضرة كفت كندون كسماي ستايان تبيد نور لو ملايكو جميوت يا الله يممسكي من يهالو تشاكينا بيتاكين دو كلايب كرسي تاي نور لما درق يسبن من يهالو تشاكينا بيتو سماتا سنقبا نور من نادرق بيتاكين نبي صلى الله عليه وسلم بل الحديث من إلى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبو هريرة بزقبتنا صحيح مسلم البخاري اللي بتزقب حديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ألو لا الله كلت ملائكة ملائكة شلت سياحين في الأرض بمريت لين ده توريست من الزوزور ملائكة شلت الله سبحانه وتعالى فضلا عن كتاب الناس سرا كمي مزقبوت ملايكو تشوج سرا مزقابي علون رقيب وعتيد تكأمت أمي يتأبقو مي مزقبو سرا علون بك أني خير بقراد ممكن من سرا تشون شروج كزاوج الصبحي لينا عصر لي مكايايرو ملايكو تشال يكايير علون وردو كالصبحي لي مطوط سكا عصر سيتأبقو نيكو يونا يملس علون سميوت علون يسران سرايزو ليلوش دمو يوردالو لكن دزي صبحي ناصر ليك ايرالو كن نزي وجه الله توريست ملايكو تشالوت مريت لي ميزورو سراتشو من دنو محاضرة ميدرة قبت اندي ذكر تسلسو سوچ ميادر قبت فلقان يينو الله سيفت راجو يستاتشو يسرازر فإذا وجدوا قوما يذكر الله عز وجل الله انت سبسو ميوسو سوچ باقن نيوغزي تنادو يترارالو هلوم إلى بغيتكم ودا متفلقوا تقدين نو يبابالو يا الناس يفلقوا يقويت لك هين نقر عندن يوسي اقا يتأراتشوال نو ودا متفلقوا تنقر فيجتمعون فيحفون به إلى السماء عندو كاندو عندو كاندو لي يتدرارب سماء الدنيا لي درسال هي كربيتو سماي لي تسبسبو يدرسالو الله سبحانه وتعالى يتأيك أتشوال من دني تسبسباتشو إلى أتشوال إياوك الله سبحانه وتعالى يا ربي لا ننسو يانتن مخلوقو تشاقينيال سوچين اغينيال تسبسبو انتن ميستوسوت الله سبحانه وتعالى من إلال إن أنت ملايكو تشي مسكرونوين أني النزين سوچ ونجلاتشو مريالو إلال حديثو طويل لو إن شاء الله سلزي تسبسبو ذكر ما درق درجو تلقنو ذكر بزو درجانه يذكر ليلة درجة إلى العلموش ومن درجات الذكر أنه يذكر بعد معظم العبادات يذكر ليلة تلك درجة مدقلجة لك من ماينة عبادة كسرابها لا الله سبحانه وتعالى بذكر عند الناس كتلو يا الزنان وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر
ያንዳንዱ ትላልቅ ኢባዳ የሚባሉት ሶላትን ሐጅን ጾምን የትኛውን ኢባዳ ሰርተ መደምደሚያው መጨረሻው ዚክር ነው كلما تؤدي العبادة كلما تؤدي عبادة عظيمة تطبيعها بذكر الله تعالى هلم تلالك عبادة وشن دسرة مدمدم يو إيه مسك الختام ومشفن ومشرشم الذكر بعد الصلاة لمسالي تلكن عبادة صلاة إني الله سبحانه وتعالى صلاة كجرسن بحالة بذكر للناس كتلو يزل يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو اندجرساتشو فاذكروا الله الله نستوسط قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم بقوناتشو دقفتنيتاتشو كصلاة بوالا من ناس كتلو من دون ذكرنا فإذا قضيتم الصلاة اندجرساتشو فاذكروا الله اسكتلوت اتشي فاوا فاو الترتيب والتعقيب تبالالج اسكتلوت فاذكروا الله ازاو اسكتلوت مالتن وبعد صلاة دمو كصلاة وشمتليتو بعد الصلاة الجمعة جمعة نم صلاة لا شرف نقدي الله صلاة تكسو نبر يعني عام تكسنا خصوصا متى فضل لما قلزنا صلاة الجمعة تلك درجانا الله تكا الله زند درجوها كبارنا الصالم كجرس نبار صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى ذكر اسكت لبات لنا وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة يا جمعة صلاة دج الرساتشو وجبلوا على فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بمريت لي تبتنونا يا الله انسقى فلقوا سروا تنكساكسوا واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نسأت هوتو سند لك صلاة دجر ذكر يهلا العلماء كتلك عباداتك تقمت تكسو تلك أنت النمي سيئ وبعد الصوم صوم نمسن جرس تلكون صوم من ناس كتلوا بمننا بذكرنا لك سوية ولا فترس من إلال اللهم لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت إيهن ذكر بلونه تمرون ويمي بلا ونقر مي بلا لك أن دات جرس كصوم نم إيهن ذكر تاس كتل بتال وبعد الحج حج ننقوا تلكون سنسرات حج دات جرس من تاس كتلوا لذكرنا من تاس كتلوا وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن من إلال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن الصراطاتشو اندج الرساتشو فاذكروا الله الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرى أباتو تشاتشو عندما تستوسط بل أشد كزي بلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى قريشوش لك حج درغو سملسو يفكروا نبر بأجداداتشو بميتوشاتشو بآيوتوشاتشو الله سبحانه وتعالى كذاب لي نين ذكرى درغو يميلان لك كحج بوهلا ذكرن صلاة جارسك ذكرن صوم جارسك ذكرن صلاة الجمعة سجدك ذكرن بل إلى العلماء ويجعل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعبادة وجن ولو لب ذكرن ويلان عباداتك اللي تقاقوم بتقبو راسه ذكرنا ويلان الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من علاته وأقيم الصلاة لذكري صلاة أقومت صلاة سجدوات لمن لذكري إن إلا ما استوص قبو من دنو ذكر مالت ما استوص مالت إن إلا ما استوص صلاة ستقوم الله أكبر سل ذكرنا قرآن ذكرنا تشهد ذكرنا ركوع ذكرنا سجود ذكرنا تسليم ذكر كلهم صلاة ذكرنا قبوا تدمروا الله ذكر ما استوصنا يفلقوا أنا كل نقر الله سبحانه وتعالى كل عبادة واشتلالك عبادة وشند جرسنا بذكر أسكتلو تلنا نقر قم بتأمي ميقرم ويهتلك درجة يالو ذكر عند شرط بتشاني يالو بتأمي ميقرم يتلاهي شرطش لنوري شلال لليلة عبادة وش لا ذكر قن عند شرط يالو يش يا ذكر شرطه مسفرته من دني ذكر اكثار الذكر ذكر ما بزات بتشال من البات انت قيام الليل ليلة تنقد تنست تهجد مسجد بتفلق ولا تركع بالسجد بقى سمن تركع بالسجد سنه ونادر سهل ثلاث ويتر تشمر بتاله يا نبي صلى الله عليه وسلم سنه مولاهنا ذكر جن الذكر عباده ليس لها حد معين قدب لهم ذكر
ذكر شرطه ما بزات. الله سبحانه وتعالى قرآن لي ذكر كان السا كثرة بوزو من انجي زنبلو تقصوتا تاقين ذكر كان السا بوزو جأمرون متاقين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكن دينما اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن دينما ببزو ببزو ميستوسون دينو ميلو ذكر كتوسع الله سبحانه وتعالى تحكيب امي جرسو بمندنو بتام استوسو بتام ذكر ارغو بمالتنا. علماء وش من يلالو لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة كلا مندنو قرآن لي ذكر كتنسى بتام استوسوت اميل مدمدمي عبرو يتلتفبت. قالوا العلماء علماء من قالوا سملسو لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجم ذكر مالت يمرسات تك أرانين مرسات ألا ذكر مالت ما استوس مالت يهنو علو. والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر ميتا وسودم الله سبحانه وتعالى يسمى يمي مريت فتاري هنا رب العرش العظيم يتلاق زفان بالبيتي هنا الله سبحانه وتعالى يتلق جيتان متستوسو. ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت دقمون دي تلق لهنا جيتا تنش تتاوسو بزون دي الرسائي قبو لا تلق نقر تلق نمي قبو الله سبحانه وتعالى كل نقر كان بربتي عسكين جيتان بتأم لي وصي قبالس لذانو بكثرة يتكأمتو سلي ذكر نعم بتأمنا ما بزات يلبنا بتأم ميقر ماتشو كسلف كقدمت يا إسلام عباتو جس بك أنست ما توشي قذي ذكر ما يدركو نبارت عجيب بك أنست ما تو قذي ما توشي قذي سبحان الله سبحان الله الحمد لله ما توشي دي تجال ذكرا كثيرا مالتهين ولل بتأم ميقر حتى أقرأ تشنست يالفو تلالك يا الله وليو تشالفوال صالحو تشالفوال كازي وش قاسي تقلو يالفو تلالك مجاهدين يإسلام أباتو تشالفوال كزي بني إزيجين يا أرض الحبش علينكو بكأنست سباشي كزي ذكر ما درقون أبار يتوبيا وستينو سبحان الله بكأنست سون ديت سباشي كزي هدرقال أنين أنت سبات تشينا درقال بلتو سبات متو ما درقال لن يمهل ركنا لذكر إلا ما رحم ربي بتأمني راقنا وذكرني بتأمني ميقر ما تشو عندان دقاق صالحوش ذكر ملاسات شو كمل مدوي تنسى مسجد شنت بيتو سيقبو ذكر ملاسات شو بتأم كمل مدوي تنسى شنت بيتو سيقبو لم دوبات شو اندين ناقرو عفات شو لي انجت اندي ادرغو ينكسو نبر سيواكاتشو ازيغا نكسو تنبر ميقبوت شنت بيتوس ملاساتشو سلا لمدو شنت بيتوس دمو طهارة بوتار لم ما استووس الله نتكلك كلام الزابو تالي الله نندي استووسو ملاساتشو لي سيواكاتشو نادرغو نبر يا الله من اين تدرج علينا يا الله تنزي سواج نياقن دمو نافق تنش تنش من استووسو سيزي ذكر قرآن لا يتتكسو بدء موس يذكر شرطه عندنا أسم كثرانه الله سبحانه وتعالى بدء ما استوسنا الذكر في كل مكان وحين ذكر دمه بيت يوم بطانا جزين مدرجو جد بينهم ذكر. وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن لال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجر صوت فاذكروا الله الله نستوسو قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم ويمتقادماتشو يسول جوج أكالات راسو كالنزي نقروتش اسمه نايتشو قوما كالونا تقادمونو تقادمو كالونا كتشبلونو كتشبلو كالونا كمونو يسول كزي ستيبوش ليلة اللوم من مالتنا الله سبحانه وتعالى بيتنا ومهنيتنا استوصي مالتنا لزانو عبد الله بن عباس هنا يصف السر من الله أي بالليل والنهار
بلليتم بقنم الله نستوسط وفي البر والبحر بيبسم ببحرم والسفر والحضر سفر موطاچو اگر بيتم تكمطاچو والغنى والفقر بدهنتهم سيماچ بچار لما الله متاسوس بچغرهم بحفتهم وقت غزي الله نستوسط والمرض والصحه سيامهم بطينتهم والسر وعلانيه بمسترم بقلسم الله ما استوس مالتني هي زي ايه تفسير الله ان كله ما استوس ناتاچين عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم استناجر متلالش تقول سيدته عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احواله نبي صلى الله عليه وسلم بيتنياوم تچباچاچو كونيتا لي الله سبحانه وتعالى ذكر يادرغو نبا ጫማ ሲለብሱ ዚክር አለ ሲያወልቁ ልብስ ዚክር አለ ሽንት ቤት ሲገቡ ዚክር አለ ሲበሉ ዚክር አለ ይሄ እስልምና የሚባል ዲን የሚገርማችሁ ነው ለየትኛው ምህውት ክፍል ፍርአት አስቀምጣ ሽንት ቤት ስትገባ ሱታ ዚክር አለ ስትበላ ዚክር ስትለብስ ዚክር አለ ባለቤት ጋር ስትተኛ ዚክር አለ ወደ መስጂድ ሲት ዚክር አለ في كل احوال በየትኛውም ተጨባጭ እንኳን ሌላ ቢድዓ ልጨምርበት ያለውንም ሰርታ ጨርሰው እስልምና ውስጥ በየትኛውም ወቅት ዑለማዎች ምን ይላሉ በጣም የሚገርም ስትምባት ያወጣሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽንት ቤት ሲወጣ እንደሚላት ዱዓሉ ሚሏት ዱዓሉ ምን ይላሉ غፍራነክ ይላሉ ጌታዬ ማህርታን ይላሉ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት አለ ዑለሞች ለምን እንደሆነ ታቃለች فإنه يستغفر الله على دقائق قليلة مرت عليه لم يذكر الله تعالى فيها سبحان الله ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሽንት ቤት ቆይታቸውስ መጸዳጫውስ ገብተው በተቀመጧት تنش دقيقة وسط الله نال استوسم منم لباتشو كالله قد تسسر بين ورهم بافاتشو ذكر على درقو منو شنتوية نجاسانو موراعت نكوه كل كلم لك سيوتو بزش تنش دقيقة وسط الله نسال على سيوتو من الالو غفرانك مهرتان قيتي يا الله من اينت نبيين يا الله انياس اوني ساتشو تكتين انوي سلذي ذيك بيت نيوم وقت ما درق اللبن شوفير هنا سو مكيناوني يندى برالي سيوطا سبحان الله الحمد لله الله أكبر مارشي يا قبا الحمد لله الله أكبر ني بتاما عند ميسكني شوفير نبر مارشي سيا قبا ذكر يا رجال لسيلين الله أكبر إلا هكذا شوفير بتون ذكر ما در قال بيندى يا عندك أن مولو جوزو استقواز مولو ذكر بالتادر بكن سباشت لالا أنت بكن وسط تماري ودي تمرتيت يهدى ذكر ما در قال لبت يا بيت ما بيت وطي يسراج የመንግስት ሰራተኛ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለ የሻይ ብሬክ ሲሰጥ አንተ ቁጭ ብለ መቶ ትላለ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ተስተጠ ይቻላል والله እናቶች ልጆቻችሁን ጡት ያጠባችሁ ይቻላል ይቻላል ጡት ያጠባችሁ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ الله اكبر ልጁንም خیر ታሰሙታላችሁ ሁላችሁ አንድ ምታቋቸው ትልቅ ያላህ ባር ያለው አብዱል ካድር ጀይላኒ ይህ ትልቅ ያላህ ወሊይ لك عدقو مناغر سيجمرو وزوك زي حساناتوش ولتا متلي مناغر يجمرالو مناغر سيجمرو يقرآن قماش مان ببيتشلو نبار بس آن النتاتشو عاف مفتات سيجمرو قرآن قماشو مان ببيتشلو نبار لمن دون تاقال لاتشو الناتو بس آن نتو عقفا توتيات أباتشو قرآن انتكارا نبار صالح النات نبارج ቁርአን ስትቀራ ስለምብ በዚህ ልጅ ጭንቅላት እንደወተቱ አብሮ ከሰውነቱ ጋር ተቀላቅሎታል ህፃኑ አድጎ መናገር ሲጀምር ቁርአን ንስፈል ጁዝ የቁርአንን ግማሽ ማንበብ መቅራት حفظውት ነበር በልጅነታቸው ነን ሳልህናት ልጇን ከጡቷ ጋር ነው ከወተቱ ጋር ነው አብራ የምትመገበው ቁርአን አንድ የዘመናችን ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ والله ይላሉ እኔ ሱረቱል ካህፍን سورة الكهف الجمعة جمعة عند القرى تعززنون مقراف يحفظكو تلالو كالناتي جربة لهنين الناتي يوم الجمعة أنين كجربة وعزلان يعدرقين قرآن تقرى نبرا يعني جنك اللاتي تكرزو يعني يحفظكو تلالو سلزي وطء من سران ناتوش يسران ذكر سبحان الله الحمد لله بركة قنين سنة ندفع الحمد لله سبحان الله بيت نوري نوري يعني نوران دعي يا رجل زيتك أمت أسوال الله هداية لسته ذكر دعي هذا الرجل إنه مسرات يلبن ذكر في كل وقت وحين بيت يوم تجبات أشن سلذي ذكر شرطه كهنا بزوم ذكر ما درك اللبن أنواع الذكر قبل ودولة تانية يوم رافعش من دنا وهي ذكر عينة توش نزين قدي يدبل عليك أن نعيش وعلن كثمرات الذكر قابرني يكلا كلا للذكر ثلاثة أنواع إلى الذكر
ሶስት አይነት ነው ዚክር የሚባሉ የዚክር አይነቶች አንደኛው ዚክሩ ሰናኢ አለላህ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የማወደስ ዚክር የሚባል አለ እነሱን አሁን እናያለን አወለን ይህ ዚክር ምንድን ነው አወለን አተህሊል تهليل مالت قول لا إله إلا الله مالتنا إيه لا إله إلا الله مبالو تهليل بالال لا إله إلا الله ملو كذكر الله كما ودشا يذكر أين تشنو معنا ومن دنو أي لا معبود بحق إلا الله مالتنا بأونة مقزتك الله ليلا قيته إلا مالتنا بأوشة دنقا للتاملك تشلال الله كأبر للتاملك تشلال الله مسك اللي تعملك تشلال بأونت قن الله سبحانه وتعالى بتشانه من ملك معنا وهينه لا إله إلا الله بزو فضل النبي صلى الله عليه وسلم تناقروان من قال نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة لا إله إلا الله كلب بأونت يا لا تسو دخل الجنة جنة قبا قبا جنة مخلصا ترد ترقو شرك سيد بلك بعد ليلا نتكم سيفلك مخلصا كالة دخل الجنة نبي صلى الله عليه وسلم بل حديثات الملان أفضل بلاج ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلاج أن إناك كان ينبفيت ينبرو قدمت نبيات كتنا قرن بلاج قال سمدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملو قال بلاجو نو إيهن ذكر ما درقا لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر يه لا إله إلا الله تلك فضل تكمال له سويون يوم القيامة ميزانون يدفع لتال لا إله إلا الله ميلون ذكر سويا بزاكو هنا حديث البطاقة عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث من ناقر له يوم القيامة سويا والله في تكربة لله سلا عند ميقرم سويا تاريك ناقر له يسوك الله سبحانه وتعالى في تكربة يسرى ونجل يزرق قال زت أنا زت أين قز وشقلت اللي تالي لال إيان دان دو قز مدى البصر يأين أيتو ميدر سبت إزي مركاتو درس لتايت شلال لروك بوتا أين جاف لدر سبت ميشي لها لرقة تالو لوكو شقلت قالو قز وش يا هلا ونجل ميزانو لي يقمت يسو تأفو بلو يفرق ولكن تأتي البطاقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي تورك أتمت عليك كلا يولي عند صوف تصفال من دنمي لو لا إله إلا الله يسو مخلصا من في قلبي كلبو لا إله إلا الله يالا تيجي صوف تمت عليك ميزانو عند قون اللي تكمت عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فطاشت السجلات يا زتنا زتن يا عين مياسايون رقاتي هل ميدرسو يان قصوش برون دامو ريه دالي نديناتو لا إله إلا الله تمزن هلج يا الله سيسي انديت سوية ولا إله إلا الله كمالت راسون يسست هل مالت هل لبن كله والله يجين ذكر متو يلبن لا إله إلا الله نبي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى فرعون بهاروس كتوسع سنت اللاتشو يعني يا الله طلعت دستاتش ولكت هالنبرو بتقام ينقلات تاتش وصو نبر الله أن ليت بالملك ما ودس ما مسقن فلقنا الله سبحانه وتعالى مالوت يا ربي ذكر ستين ليت على تشذك أنت نما وصبت على نبي الله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى مالوت قال قل لا إله إلا الله يا موسى أنت موسى لا إله إلا الله بل انجي على تشو لا إله إلا الله بل على تشو نبي موسى عليه السلام يا ربي إلا إله إلا الله ما هل سوي له إلا إني تكتاي هل يلوي هل سومي له سنو لهني ليت على زتي نبي هني باكن زتي الله سبحانه وتعالى من على لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لت بهن لا إله إلا الله سبات سماي عند ميزان لي بيكمت سبات سماي سبات مريد عند ميزان لي بيكمت لا إله إلا الله دم بتشوان عند ميزان اللي بتكمت الصوات دفع لش ميزان يا الله عند سماي وفرت النبي صلى الله عليه وسلم تكنس سيناقرو أمس متوامت يا سدالي لال يعني السماي تكنس وفرته أمس متوامت يا سدال وفرته بتش لزي يه سبات سماي سبات مدر عند ميزان لي لا إله إلا الله عند ميزان اللي بتكمت لا إله إلا الله ميزان تدفع لش النبي صلى الله عليه وسلم
فضلا بذولا إيشن ذكر ما درجا لا إله إلا الله ورد مع زلبن النبي صلى الله عليه وسلم بل الحديثات شو من اللالو جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله مؤمنو تشن سيمكر من اللالو إيمانات شهن لا إله إلا الله متلون ذكر بما دقاقم جددوا تحدثوا هذا الكلت تجديد هذا الكلت اندقنا الدسوت سبحان الله لا إله إلا الله بمالت إيمانات شهن الدسوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيمان لا إله إلا الله بمالتنا متتدسوا ما تدس على لبن إيمانك يقينك نليت لا إله إلا الله مالت ترقمه لا مالت يلم مالت نو مالتنا لا ستل إلها قيتها إلا الله كالله وجه بحق ميقزوت قيتها يلم ميتكم ميقودا كالله وجه يلم يهن ذكره اللي بمالت إيمانك شهن الدسوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالله وجه متفرعون قرالة متششون قرالة كدهنة تفرالة كصوت تفرالة كجألة ما تفرالة كفتت على لبه مالت لا إله إلا الله بمالت جددو تالو النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا هذا الكلت لا وقيل لابن وهب ابن وهب لم يبالو تلك علي من علتشو أليست لا إله إلا الله مفتح الجنة علتشو قدم نبي يندالوت لا إله إلا الله مخلصا من قلبها لجنة قبالالو يقبال بالوال لا إله إلا الله يجنة مكفجة كل فادلتش من دي ألواتشو الساتشو من ألو قال نعم مالو أونتنو ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان تاريكو ما نين يوم قلفكو يراسي هنا ترسال لار قلفو أنت تككلن يوم قلف بتككلن يوم ترسال لهم قلف إذا كمتا يكفت الله لن لا إله إلا الله بتككل بلاث مخلص هنا من منا قرص هاد دبل هالكبات تككل إن يعقيدك إذا كمت تكفت الله هالتشاج سيزي لا إله إلا الله فضله عظيم يقول فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله أن أبزات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنان تناب الصمهل موت متوصي قردات ساتك أدمو فإنها كلمة التوحيد إتشي لا إله إلا الله أكو يتوحيد الله أن أندي ما درك ترينات وهي كلمة الإخلاص الله أن أترطي مقزات كالنات لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى الله أن فراتشا مقلت باتم كالنات وهي كلمة الطيبة تريتم كال طيبة تبالتشو نققر لا إله إلا الله نات وهي دعوة الحق ونتن يوم ترسوانات وهي عروة الوثقى تنكار روام قمد السوانات وهي ثمن الجنة من دوام جنة اللهم سبحانه وتعالى زامن عليه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يطرون قرصرا من دو طرنجي ليلان وندال الله سبحانه وتعالى فقيل من تبلوال الإحسان في الدنيا دنيا لإحسان مالت قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان مالت الدنيا لا إله إلا الله بتك كل بلا ذكر من تابزاتك هنا آخر علي دموز من دنو جنة لو إخواني ولتنعو كذكر من أنواع الذكر من دنو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لي ذكر صلوات مورد بسات شولي دهن النت سلام ديونو صلوات بسات شولي موردنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يزن يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إن الله وملائكته الله أن ملائكتك يصلون على النبي بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات يوردال معنى الله رحمة نزنة يورد باتشوال يا أيها الذين أمنوا أن أنت أمنات شوي صلوا عليه وسلموا تسليما بنبي صلى الله عليه وسلم لي دهننتنا رحمة يورد باتشوال الله زن الله شو بلو تزنالك الله نتززنو
وقال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو صلى الله عليه وسلم نقروا بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي لأن دسو لسستا منت لأن مؤمن يهي بكو على له يتو أني السوزن تنسيش صلوات على ما ورده نبي صلى الله عليه وسلم أمنه صلوات الدرارة قلت له اللهم صلي وسلم على نبينا محمد يهنو أبابالو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد علام صلاة الإبراهيمية الله التحيات تشكر كرام بأهلا من له اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إيهم الله إيهم إجالا إيهن يعلى لبي سو كالسستة من نتيه بكوا للال أو نيزي سنقر صلاة والدالو لالو ما هو رجاب رانا لب لسستة وشنا تشويالو النبي صلى الله عليه وسلم بنبي يولي تساس الله اندي أنت لانت لني نزعنت لي دكوت يترابو تيجت بتدبدبت نبي لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه أبو داود وغيره أبو داود النا ليلوتشم بزقبت حديث لي قال قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبني لالو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من لالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لأند صلاة أوردسو 10 حسنات الصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلم يتبس الله أند صلاة وماله بمالته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بمالته 10 حسنات يتصاف الله 10 مطفون جل يتبس الله بتأم تلك درجاني على صلوات ين صلوات دمو كتب لن ذكر بما درق بشار سنصفم صلوات ما ورد اللب كسلفو تشست أندو من إلال هل كتاب سصف كنت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه هل اللهم صلي على محمد بيه يالف وصف نبر حديث سصف اندش بيالف قن تسليم على درقم دهن النتي ورد باتشو على اللم اللهم صلي وسلم على اللم علو. اللهم صلي بتشابيين ما الفعل كذا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفق أننا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بهل مياي واتشو إلال تنيش بهل مياي واتشونا فقال لي بلو علوين أما تتم الصلاة علي في كتابك سنصف أني لي صلواتهن ملوات تدرقوا من دي بلو وقصوا يالا فما كتبت بعد ذلك إلا صليت وسلمت علي كزولي هلهم سنصف اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ملوات رقينهم من صفوان صلى الله عليه وسلم بينا من صفوان بتأم ميجرمو زجبا جن وروية عن أبي الحسن أبي الحسن بزجبت حديث لي وزجبا لي من إلاله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن من إلاله عند النبي صلى الله عليه وسلم بهل مي واتشوا فقلت يا رسول الله أنت الله ملك تني على كواتشوا بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة إمام الشافعي الرسالة بمبالو كتابات شولي من بلو نبر وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بلو صفة ونبر سيس جارس منالو الله وي بنبي صلى الله عليه وسلم لي رحمة هننا جان هننا ورد مجه كلما ذكره الذاكرون أو شبا وصات شو قتل وغفل عن ذكره الغافلون رشد مبرسات شو قتل هلي ما ورد مالت منه ميرسا مولتوال ميستوصات شو مولتوال ሁሌ ማውርድባቸው ብለው ጽፈው ነበር ሚገርም ሶላዋት አወራረድ ነው ይሄን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሶላ ሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብይ ሶላ ሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት እነ ሸይጣን ላ ይተመሰሉ ቢ ብለዋል ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብ ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው አድርገን እንደነ ለዛ ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاء ጌታችን ሆይ نبي صلى الله عليه وسلم سلموت باك الدنيا لا سيء أخرى لك ما يتعجم بفيت لنبا ينافق وتعجم لنبي صلى الله عليه وسلم يسو نبي مباهل ما يواجهونا من بيت أيقواجه أنت يا الله ملك تنيا شافعي من دا تمن الدا أن رسالة بمبالو كتاباته ليهن بمالة تعجم الكتالو فقال صلى الله عليه وسلم نبي من عدنيا جوزي عني أنه لا يقفل الحساب شافعيك ويوم القيامة لحساب لما التساسب ان ديكو مع الله درقوا بزيتش بمالتو فيتش تلك تكماله صلوات مالت صلوات سنل عبابالو من ديتنو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ايه عنده عبابالو ولتنيو عبابالك
التحيات تشهد بهلا من لولو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد إيه هو للتنيع عبابا ليلو ذكر من دنو الاستغفار استغفار مالت استغفر الله استغفر الله بزم يبالال أردتني التصبيح تصبيح ما تركنا سبحان الله الحمد لله تصبيح يبالال اللهم أطرات مالتنا يتصبيح دمو يتلعي أين تألو تصبيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من على تشو ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنتين عنداچ بكنوست 1000 حسنا كما ترف يسنفال انديالو قال الصحابه صحابه من قالوا كيف ذلك يا رسول الله ايه انديت ليهون يشلال يا الله ملكتني على تشو قال يسبح 100 تصبيحه فيكتب له بها 1000 حسنه او يكفر عنه بها 1000 سيئه بني لا من الى السويه سبحان الله متو غزي الى الله سبحانه وتعالى عند شي حسنه يصفلتال ويم عند شي وانجيل يابسلتال يي يتسبيح اينتنا ليلو دمو كاذكاروچ است مندنو اذكار الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى طواتنا ما تمنا درغاچو ذكروچ allo ايهي عندو نو يقول الله تبارك وتعالى يا الله سبحانه وتعالى من الهلال يا ايها الذين امنوا ان انت امناتكم مؤمنا هوي اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ما استوسم بتام استوسوت وسبحوه اطرد بكره واسيلا بطاتم بماتا يقول فضيل من الهلال بلغنا ان الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لباروچو مالوتون زغبا درسونا للهلال يا عبدي باري هوي اذكرني بعد الصبح ساعه كصبح وهلا تنش استوسني ساعه يتوسم ساعه وبعد العصر ساعه كعصر وهلا تنش استوسني اكفي كما بينهما كولتو مهال يالو ني بقالو اني انتن على فينا توسدالو سبحان الله اذكار الصباح والمساء صبح سجدنا قطبلا ميبال ذكر الله عصر سجدنا قطبلا تنش ميبال ذكر الله اذكار الصباح والمساء يطوات يماتا ذكر يبالالو كنزا وسط عند ولتو نتقماچو الله بوزو نو كتابوچ نتقماچو الله يعني انت يالاچو يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياچ صلى الله عليه وسلم ان يلالو من قال حين يصبح وحين يمسي سيانا غانا سيامشي يالسو بسم الله بالله سم الذي لا يضر مع اسمه شيء كسوسم غا منم ما يغودا بون الله سم في الارض ولا في السماء بمريتم بسماين كسوسم غا منم ما يغودا يهونو يا لسو وهو السميع العليم اللهم اداماچوم اواقيوم نو يا لسو ثلاث مرات سوست غزيال كصبحي بهاله سوست غزي كعصر بهاله سوست غزي يا لسو لم يضره شيء في ذلك اليوم بزان كنوس منم نجر غودات هيغتمو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ابو داود اللي بيتزغب حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجاه بلاء دنگتنيا دغايت دنگتنيا يمكن ادغال دنگتنيا موت الله دنگتنيا ساتقاتلو الله كزي يطبقوا بمنو طوات لي سوستي هم بمالتو ما تالي دمو سوستي هم بمالتو كعصر بهالا نكا صبحي بهالا الله سبحانه وتعالى اندي ادرقو يتبقوا ليلة اذكار الصباح كمي بالذكر است من قال الى النبي صلى الله عليه وسلم يا لسو حين يصبح وحين يمسي سيانا قام سيانا شم حسبي الله الله بكينو لا اله الا هو كالسوج جيتا يلم عليه توكلت بسو تدقف يالو وهو رب العرش العظيم سميت اللاك عرش بالبيتنو يالسو سبع مرات سبع تقزي كالصبحي بوهلا
عصر بهلا إيهن على سو كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة بالدنام بآخرهم كم ياسجين نك أو نقرونه الله سبحانه وتعالى يبكوان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله أي فضل هذا الدنيا ما أخيرا ما يسجنك أن بزونا قرال الدنيا لي إسرائيل لهم الدنيا لي يبيت شقر اللب بزو شقر اللب الله كزي يتبك أهل يابك أهل أخيرا لي جهنم تفار الله ورد تفار الله الله سبحانه وتعالى كزي يتبك أهل فضل عظيم تلك طرفات نحيه